أبنائي وبناتي الخريجين، في كلمة أخيرة ودي أقولها لكم وأقولها لكل أهل الكويت. التعليم والتنمية وايد شيء مهم، لكن بدون الأمن لا في تنمية ولا في تعليم ولا يبقى شيء. أمن البلد، أمن الوطن هو أهم شيء، وبدونه راح نخسر كل شيء. إذا نبي نحافظ على حاضرنا ومستقبلنا ومستقبل أولادنا، لازم نحافظ على أمن البلد. وعشان نحافظ على أمن البلد لازم نكون على قلب، لازم نكون إيد واحدة، لازم نبدي كلمة الخير، لازم نشجع اللي يتكلم الكلمة اللي تجمع، ولازم ما نشجع اللي يقول الكلمة اللي تفرق. هذا مو كلام لازم نقوله في مناسبات رسمية، هذا لازم نحرص أن نقوله ببيوتنا، لازم نقوله بالدواوين، لازم نقوله في تويتر والسوشيال ميديا وغيره. الموضوع مو رفاهية، الموضوع موضوع أمن قومي، هو موضوع حاضرنا ومستقبلنا كلنا بلا استثناء. الحرائق من حولنا كثيرة في كل مكان، واللي جاينا طوفان وممكن يغرقنا كلنا. الفتنة اشتعلت في كل الدول، والجماعات الخارجية كلها تبي مصلحتها، واحنا من حقنا نشوف مصلحتنا، واحنا مصلحتنا ان نكون ايد واحدة، مصلحتنا ان نتسامى فوق الجروح، وما نخلي تصرف قلة مسيئة تقود حركة الكل. اللي بيننا واللي يجمعنا أكثر بكثير من اللي فرقنا هي كويت واحدة ما عندنا غيرها، هي ديرة واحدة ما عندنا غيرها. عشان نوقف في وجه الطوفان اللي هو أبشع من الغزو، لازم نخلي الكويت هي الوسيلة وهي الغاية، لازم نخلي الكويت فوق كل شيء، فوق الطائفة وفوق القبيلة، ولا راح نكون كلنا خسرانين. هي كويت واحدة وبس، وأمير واحد وبس، هو أبونا وتاج راسنا أبو ناصر عسى الله يحفظه. هو أبونا وتاج راسنا أبو ناصر عسى الله يحفظه وعسى الله يعطيه الصحة وطولة العمر. هو نظام سياسي واحد بقيادة الصباح اللي جمعنا كلها تحت جناحه، هو دستور واحد اللي هو الملاذ لنا كلنا. وغير هالكلام ما لازم يكون كلام عشان نعدي هالطوفان. الموضوع اليوم بيدنا، ولازم نكون على مستوى الأحداث كما كنا دائما قبل لا يفوت الأوان. وعسى الله يحمي الكويت وأهلها، وعسى الله يغمر قلوب الكويتيين كلهم بالحب والأمل، وعسى الله يغمر قلوب الكويتيين كلهم بالحب والأمل. والله ولي التوفيق، وشكراً.